من قتل جوزيف ستالين؟ القصة الكاملة. جوزيف ستالين هو زعيم الاتحاد السوفيتي الشهير، واحد أشهر القادة في التاريخ. ستالين في رؤيتين إزاؤه، الرؤية الأشهر والرؤية الأقوى هي رؤية سلبية، أنه أكبر مجرم في التاريخ. إنما هناك رؤية أخرى ترى ستالين بطريقة إيجابية، الذين يرونه أنه أكبر مجرم في التاريخ لأنه قتل أكثر من 40 مليون إنسان. لو في حد قتل أكثر من 40 مليون إنسان، مش محتاجين نتناقش أصلا إذا كان الإنسان ده كويس ولا مش كويس، قطعا يبقى ده إنسان سفاح ومجرم، وده رأي خصوم جوزيف ستالين. كان شخصا بلا قلب حتى تجاه أولاده. لما ابنه اتأثر عند الألمان عند هتلر وقالوا نبدله بماريشال، كان ماريشال ألماني أسير عند السوفييت، رفض ستالين وقال لا نبدل الجنود بالجنرالات، رغم أن هو ابنه. كان بلا قلب حتى في مواجهة عائلته وفي مواجهة الشعب، حيث قتل أكثر من 40 مليون إنسان. دي الرؤية المعارضة لجوزيف ستالين. إنما الرؤية المؤيدة لجوزيف ستالين بتقول إن هو كان زعيم كبير ومهم جدا في تاريخ الاتحاد السوفيتي. ليه؟ نمرة واحد، جعل الاتحاد السوفيتي دولة صناعية كبرى بعد ما كان دولة زراعية، وكان علامات التخلف موجودة في كل مكان على الأراضي السوفيتية. نمرة اتنين، في عهده صناعة القنبلة النووية السوفيتية. نمرة تلاتة، برضو في عهده انتصر على هتلر، وده انتصار أسطوري من أكبر الحروب في التاريخ، أو أكبر الحروب في التاريخ، الحرب العالمية الثانية. أيضا بنى الاقتصاد وبنى مشروعات عملاقة. لما تشوف مبنى وزارة الخارجية دلوقتي الروسية، بتلاقي ده المبنى من أيام ستالين. المباني الستالينية هي مباني كبرى وأسطورية ونهضة معمارية حقيقية في موسكو وفي كل أنحاء روسيا. بالنقطة التالية، أنه ثبت قواعد الدولة، سحق الإجرام وسحق الفساد اللي كان موجود في العصر القيصري، وأسس مع لينين الاتحاد السوفيتي، وفي عهده هو أصبح الاتحاد السوفيتي قوة عظمى ودولة حديثة. محى الأمية، تقدم العلم، وصلوا إلى الفضاء فيما بعد. كل ده من إنجازات ستالين اللي خلى البعض في مدينة فولجاجراد اللي هي كانت بتحمل اسمه قبل كده ستالينجراد، عايزين يرجعوها لاسمها القديم ستالينجراد تكريما له. في رأي بقى متوازن، لا بيقول إن ستالين عظيم ولا إن ستالين أكبر سفاح في التاريخ وكفى. هو رأي الرئيس بوتين، بيقول إن هو عمل إنجازات كبرى جدا، ونقل الاتحاد السوفيتي من دولة زراعية إلى قوة عظمى صناعية، إلا إنه عمل ده بتكلفة لا يمكن تحملها. من قتل جوزيف ستالين؟ كان في قبل كده محاولة اغتيال. هتلر حاول يغتال ستالين وينتهي الأمر. كان السوفيت متقدمين والحل هو اغتيال ستالين، كده كل السوفيت هيرجعوا لورا وينتصر هتلر في هذه الحرب الخطيرة جدا، الحرب العالمية الثانية على الجبهة السوفيتية. كان في واحد هو مجرم روسي، مجرم يعني سوابق، عمل جرائم كتيرة جدا، مش مجرم سياسي، مجرم جنائي، قتل ناس كتيرة، سرق ناس كتيرة، يعني اعتدى على ناس كتيرة. هذا المجرم راح مكان تاني في روسيا، غير اسمه وغير شوية من شكله، وبعدين قدم ودخل الجيش السوفيتي. محدش عرف ان ده هو الشخص السوابق اللي كان موجود قبل كده. الاتحاد السوفيتي بلد كبيرة جدا جدا، وبالتالي تاه مع الناس التايهين اللي موجودين، وقدم نفسه من جديد انه فلان الفلاني مش فلان الفلاني، وبقى قائد كتيبة في الجيش، ومشي الوضع شوية. لكن بعد شوية واحد بلدياته عرفوا ان ده فلان الفلاني المجرم والسارق اللي كان موجود في المنطقة الفلانية. لما لقى ان ده عرفه، وانه طبعا هيتحاكم بقى عسكريا وهيتم اعدامه، فهرب وانشق وراح الى الالمان، الى النازيين. لما انشق وراح هناك، الالمان احتفوا بيه
وبعدين جهزوه لاغتيال ستالين، وجهزوا معاه ضابطة مخابرات ألمانية إن الاتنين طيارة مقاتلة هتنزل على خلف الخطوط السوفيتية، وبعدين ترميهم هما الاتنين، معاهم موتوسيكل ومعاهم أيضا سلاح من أجل تفجير سيارة الزعيم ستالين. الاتنين وصلوا وبعد كده حاولوا يعملوا هذه العملية، إلا إن السوفيت كمان كانوا مخترقين الألمان وعرفوا إن دول جايين عشان يغتالوا ستالين، قبضوا عليهم ما قتلهمش بقى على طول، وإنما بدأوا يخليهم يكلموا النازيين الألمان على إنهم لسه موجودين، وعبر هذه الرسائل يروحوا ويردوا. طبعا الكي جي بي اللي بتعمل الكلام ده قدروا يعرفوا كتير جدا من أسرار المخابرات الألمانية في الاتحاد السوفيتي، والجماعة دول قعدوا معاهم لغاية سنة 52 بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ب7 سنين، وبعد كده تم إعدامهم. إنما في محاولة اغتيال نجحت في اغتيال الرئيس أو الزعيم السوفيتي ستالين، وهذا هو الجديد. باحث في علم التاريخ اسمه نيكولاي ناد، نيكولاي ناد عمل كتاب مهم جدا من 4 مجلدات. روسيا اليوم أجرت حوار عبر البرنامج المتميز رحلة في الذاكرة مع هذا المؤلف نيكولاي ناد، الباحث في علم التاريخ السياسي والصحفي وصاحب كتاب عن ستالين 4 مجلدات. هنا الموجز. نمرة 1، المؤتمر 19. ده مؤتمر مهم جدا لحزب الشيوعي، أول مؤتمر بعد الحرب العالمية الثانية. تخيل بقى إن أول مؤتمر حزب الشيوعي بزعامة ستالين بعد الحرب العالمية الثانية، وطبعا بفترة طويلة كانت سنة 52. في هذا اللقاء أو المؤتمر 19 ستالين قال لهم يا جماعة احنا كبرنا وعجزنا، والبلد ديت هتبقى في خطر لو كل اللي موجودين في السلطة كبار السن، لازم يكون في شباب موجودين عشان يحملوا رسالة فيما بعد، فلازم تريحوا شوية وندي فرصة لوزراء وقادة من الشباب. 2، جمهورية جورجيا. طبعا بقى الناس اللي حاضرين دول القادة السوفييت في المؤتمر 19 متضايقين جدا ان هم يقعدوا بقى في البيت بعد ما كانوا بيحكموا الاتحاد السوفيتي. نمرة 2، جمهورية جورجيا. جورجيا كانت جمهورية مستقلة فترة، وبعدين اثناء الحرب العالمية الثانية حاولت تستقل تاني، في حركة انفصالية كبيرة موجودة في جورجيا كان بيدعمها واحد اسمه بيريا. بيريا بقى ده من قادة السوفييت الكبار جدا جدا، قادة الأمنيين والسياسيين، وكان بيدعم موضوع جورجيا، ومش عايز ستالين يعرف هذا الموضوع إن بيريا بنفسه بيدعم انشقاق أو استقلال أو انفصال جورجيا عن الاتحاد السوفيتي، ومش عايز ستالين يعرف، وستالين عرف. نمرة 3، جمهورية يهودية في القرم. شبه جزيرة القرم اللي عليها كلام كتير دلوقتي بعد إعادة ضم روسيا لها، كان فيه الإنجليز والأمريكان عايزين يعملوا فيها جمهورية يهودية. مرة كان فيه مشروع، لأن يبقى فيه مقاطعة زراعية كبيرة جدا اسمها كاليفورنيا القرم، وهذا المشروع ستالين رفضه. حصل مشروع تاني إن يبقى فيه جمهورية هناك. زوجة وزير الخارجية كان اسمه مولوتوف وقتها، الزوجة قابلت جولدا مائير. جولدا مائير كانت سفيرة إسرائيل في الاتحاد السوفيتي، أول سفيرة. فزوجة وزير الخارجية يهودية وقفت معها على جنب في حفل استقبال، قالت لها باللغة العبرية إن احنا يعني شعب واحد، وإن احنا لازم نتعاون، وإنه كلام كتير جدا لصالح إسرائيل. كان ده وصل لستالين اتضايق جدا، لأنه كان بيجهز وزير الخارجية إن يكون زعيم من بعده، فالزعيم أصبح كده متواطئ كتير مع القومية اليهودية، وكان ستالين ضد ده، ومتواطئ كتير مع إسرائيل، وزوجته صديقة لجولدا مائير وحليفة لها. اعتقل زوجته وبعد كده أطاح بيه من وزارة الخارجية، فأصبح كده وزير الخارجية ومجموعة من اللوبي اليهودي ضد، أصبح بيريا ومجموعة جورجيا والفيلق الجورجي اللي كان في حرب العالمية الثانية مع الإنجليز ضد، أصبح الناس اللي في المؤتمر 19 اللي قال لهم تريحوا انتوا بقى كبرتوا في السن ندي الفرصة للشباب ضد. كل هؤلاء كانوا ضد ستالين، وبالتالي ستالين بدأ يفكر ان يخلص من كل دول، وهم فكروا هم اللي يخلصوا من ستالين.
هو فكر ازاي؟ قال نجيب قائد جديد للاتحاد السوفيتي، فجاب اللي هو ماسك الحزب الشيوعي في روسيا البيضاء بيلاروسيا، وقال ده يبقى زعيم من بعدي، وان هو شباب ومتميز جدا، وممكن هو ده اللي يطيح بكل هؤلاء الخصوم، وهو اللي يحكم الاتحاد السوفيتي في المستقبل. لكن الجانب الثاني قال يعني هو كده هيتم اعتقال البعض والإطاحة بالبعض وإنهاء سلطة كل هؤلاء، وهيجي شاب من روسيا البيضاء يحكم الاتحاد السوفيتي. يبقى الحل الوحيد بدل من اعتقالنا أو إعدامنا أو اغتيالنا، إن إحنا أو الإطاحة بنا من السلطة، إن إحنا نبدأ بستالين قبل ستالين ما يبدأ بينا. وده اللي حصل، إن هم استغلوا الممرضة اللي موجودة في الكريملين اللي هي وضعت له سم في الدواء وتقي أدما، وبعد يوم واحد مات. إلا إنه لما مات ما تمش إعلان يوم وفاته، إنما قعدوا 3 أيام لغاية ما أعلنوا وفاة ستالين. في 3 أيام دول تم ترتيب السلطة. البعض بيقول إن زي هم سموه، وستالين حذر جدا، ده كان قبل كده لو هو عايز دواء، مرة كان عنده برد وعايز يجيب دواء بعتوا له دواء من الكريملين، خاف ياخد الدواء، بعت الحارس بتاعه لصيدلية في الأرياف قالوا إن والدته عندها برد، وجاب من هذه الصيدلية الريفية ده الدواء اللي أخده ستالين. كان حذر جدا، أي طباخ بيقدم له الأكل لازم ياكل من الأكل قبل ما ياكل ستالين. إزاي ده حصل؟ في كلام بقى إنه هذه المجموعة بيريا والمجموعة الأخرى قدروا إن هم يسيطروا على الكريملين، وإن هم يلعبوا في الحقنة اللي هذه الممرضة إدتها لستالين، وإن ده أدى إلى انهيار قدراته الجسمانية بالكامل وإلى مشكلات كبيرة جدا في الدم، أدت في النهاية إلى وفاة ستالين في خلال 24 ساعة. هذه رواية هذا الباحث في التاريخ نيكولاي ناد، اللي ألف كتاب من 6 مجلدات يؤكد فيها أن ستالين لم يرحل ميتا لأسباب طبيعية أو أن الوفاة طبيعية، وإنما رحل بانقلاب سياسي من المجموعة المحيطة التي دبرت له اغتيالا بالسم عبر الممرضة لإنهاء سلطته قبل أن ينهي سلطتهم جميعا. وهذه قصة مجهولة في تاريخ الاتحاد السوفيتي. جوزيف ستالين زي ما قلت لحضراتكم شخصية مختلف عليها، البعض يراه مؤسس قوة عظمى أسطورية، والبعض يراه أكبر مجرم في التاريخ. كل سنة، كل 10 سنين، كل 100 سنة، كل فترة، يعني سواء 130 سنة على ميلاده أو 60 سنة على رحيله، كل مناسبة بنلاقي تقارير حول الشخصية أو الاختلاف على شخصية الزعيم السوفيتي الشهير جوزيف ستالين. نفس الارتباك في تقييم ستالين هنلاقي في تقرير آخر لروسيا اليوم بعد 60 سنة على رحيل ستالين. التقارير اللي فاتوا نفس الموضوع، يعني ستالين بنى قوة عظمى نووية وسط الفضاء وقتل 40 مليون، يبقى ده زعيم عظيم ولا مجرم كبير؟ لما نيجي بقى الموضوع اغتيال ستالين هنلاقي من برنامج رحلة في الذاكرة في روسيا اليوم تقرير مميز بعنوان ستالين قتل إثر انقلاب سياسي وليس نتيجة وفاة طبيعية. زي ما قلت لحضراتكم الحرب العالمية الثانية خلصت سنة 45، المؤتمر ده اللي هو مؤتمر 19 ده سنة 52، بعد 7 سنين من الحرب. تم اغتيال ستالين 53، لأنه في 52 قال الكل بقى يركن اللي موجودين في السلطة، وقال كمان إن هو كان بيراهن على وزير الخارجية، إنما زوجته صديقة للقومية اليهودية وموضوع القرم وجمهورية يهودية في القرم وما إلى ذلك أطاح بيه، وهيجيب زعيم شاب من روسيا البيضاء. لهذه الأسباب كلها كانت محاولة اغتيال أو اغتيال الزعيم ستالين في مصلحة الجميع.